وتم ضبط الأسلحة النارية التي بحوزتهم والأدوات المستخدمة في ارتكاب جرائم السرقات. الوصول إلى عناصر هذا التشكيل كان نتاج تعاون بين أجهزة البحث الجنائي بجميع أقسام مديرية أمن القاهرة إلى أن تم الضبط. تميزت تلك المأموريات بالتعاون وتفعيل العمل الجماعي بين رؤساء مباحث أقسام القاهرة الذين شاركوا جميعهم في عمليات البحث والضبط لأفراد التشكيل بالكامل والمسروقات رغم شدة خطورته. المتهمين ارتكبوا وقائع في أغلب القطاعات وفي الجيزة وفي الأليوبية. فرق البحث كانت معمولة في كل قطاعات القاهرة وتم تبادل المعلومات فيما بيننا، وعن طريق التنسيق بين المعلومات اللي وردت في فرق البحث أمكن تحديد شخصية الجناة، وتم توجيه مأمورات مشتركة ما بين القطاعات لضبط كل عناصر المتهمين المتهمة وضبط المسروقات بإرشادهم سواء مبالغ نقدية أو مسروقات ذهبية أو أسلحة أو سيارات مبالغ بسرقتها أو سيارات متحصلة من وقع السرقات. تم تحديد شخصية المتهمين في إحدى الكاميرات أثناء سرقتهم لأحد الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة، وثم بعد ذلك اتبعنا خط سير الكاميرات وصولا للكشف عن المتهمين. قضية تؤكد على أهمية عدم الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة داخل المساكن، لأن ذلك يمثل مطمعا لمثل هذه العناصر الإجرامية التي ترصد وتخطط لارتكاب جرائمها.